اخبار اليوم. موجوده من رجال الامن، بص شوف محمد صلاح الكره العاليه، الكرات الثابته هي الحل، ورامي ربيعه يضع الكره في الشباك، سجل في مرمى قطر وديا، وسجل في مرمى زامبيا، ويسجل هنا في هذه المحاضرات وسعاده دكه البدلاء في هذه الكره. رامي ربيعه يفك اخيرا الروتين، والروتين طبعا كان صعب قوي لان تكتله بالكره ثابته. بص شوف صلاح عملها، ورامي ربيعه بضربه راسيه يضعها في مرمى الحارس قريش، الهدف الاول بعد مرور 60 دقيقه من اللعب. يا ولد يا ولد يا صلاح، التمريره الحاسمه الثانيه في اللقاء، واحده لرامي ربيعه وواحده لبس المبني اللي بيسجل في هذه اللحظات ثالث اهدافه الدوليه في ثالث لقاء، سجل في جامايكا وسجل في غينيا الاستوائيه، ويسجل هنا في الدقيقه 65 عن طريق باسم مرسي بضربه راس جديده من هجمه مصريه مع ظهور المساحات بعدما سجل منتخب مصر في مرمى تنزانيا عن طريق رامي ربيعه في الدقيقه 60 بعدها بخمس دقائق مباشره يسجل البديل بقى حلوه حلوه. وباليمين بقى تعالى لي هنا يا مونش، خد الكوره دي بقى مخصوص لمونش، اهو عملنا اللي كان متالق حاططها له الروب رايحه راشقه في الشباك، تدخل بقى في مرمى المنتخب التنزاني محمد صلاح.